تكفى يا سلطان، انا داخل على رقم عليك، لا تخليني. انت ما تفهم، عقلك فيه شيء؟ قلت لك هذه ما هي بشغلتنا. طيب انا وش اسوي؟ انا وين اروح انا؟ انا وشلون اتصرف؟ بسم الله سلطان، شو السالفه؟ لا 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 ما في شيء، هذا ابو علي يبينا ننقل عفشه من بيته لبيت جديد ساكن. طب ليش تصيح؟ اصيح؟ اصيح والله من القهر. انا لي 6 شهور ما قدرت انقل عفش بيتي. انا بيتي مسكون، انا بيتي فيه جن، ولا شركه قدرت تطلع العفش. تكفين تكفين يا بنت الاجواد اقنعيه، وانا مستعد ادفع 50,000 لك تطبيق. الحين من جدكم انتم تبون ننقل عفش؟ يا ابوي ننقل تبن بعد، دام فيها 50,000 ريال ذي مو بلعب. يا حبيبي الدعوه ما هي كلها فلوس، السالفه البيت فيه جن. بالضبط، وش اسم تطبيقنا؟ وش تبي بس؟ لو كان طلب نقل عادي كان ما جو عندنا اساسا، شغلنا كله مغامرات مغامرات، ليش خايفين الحين؟ ومن قال لك ان خايفين؟ احنا بخايفين، بس تطبيقنا تطبيق محترم. يا ابن الحلال ايش دخل الاحترام في الموضوع؟ انت تتكلم الان عن هذه ربحها ابين، 50,000 ريال دف 2000 ريال على العفش و 48,000 ريال في حسابنا، هو مكسب. من جدكم ترفسون النعمة؟ طيب طولتوها، صوتوا. أنا ضد، يعني حنا يلا نتعامل مع البشر، تبون نتعامل مع الجن؟ وأنا مع أسمة، ضد. أنا بالعكس موافقة. وأنا موافق، أنا مدير مع مين؟ والله أنا بالنسبة لي ذا الموضوع فيه ربح ليش لا؟ قسم بالله بتخربون التطبيق. خمس شركات نقل عفش ما قدروا يطلعون قطعة واحدة، لكن أنتم لله دركم ما راح تخيبون ظني. طيب والشركات اللي دخلوا هنا وش صار لهم؟ ما صار شيء، ما صار شيء. يلا يا شباب شوفوا شغلكم، ومفتاح البيت الجديد معكم، فما الله. يلا يا حبيبي أنتوا إياها، دبروا نفسكم وانقلوا العفش. ليش حنا؟ من اللي تحمس وطق على صدره غيرك أنتوا إياها؟ ابوي انا شغلتي اداري، مو ميدان، مو شغلي. اداري ولا خايف يا جبان؟ خلك رجال، ها لا تفشلنا مع الحريم. رجال منك انا، بس المساله انه في جن، الجن انا ما اعرف اتعامل معه. يا رجال لا مع الجن ولا لنس، خابرينك دجه. انا ما اطول عليكم ولا اكثر معكم فرج، انا وراي حسابات ادقق عليها لو سمحت. السلام عليكم. اي واضح، دقق ها دقق زين. الشغلة هذه ما يبيلها إلا واحد. ها